حاول الكرة من ناموشي البريجي، الكرة عبد الناموشي، عبد الناموشي يا جناح أيمن على الحدادي، يوصل الكرة للبريجي التوزيع، أصعب شاسة كرة عرضية في وسط الميدان، كرة عرضية من وائل بن دكحل، وائل بن دكحل يضغط الإفريقي، يضغط الإفريقي والكرة تخرج في صالح النجم. غير مكتوب باستمرار يراوغ الحدادي ويحذر ويحذر الناموس افريقي للنجم المسجد في هذا الشوط الاول. طبعا النجم الرياضي الساحلي عنده ست نقاط لحد الان وزوج انتصارات، ثم الهندي الزيتوني في كره ضايعه معاكسه من حامد الناموسي، حامد الناموسي طبعا يستعير شباب الجيد حامد الناموسي زي ما كان وائل بن دكحل لفرانكوم، يطلب كرة حامد الناموسي ورقة الخبرة في تشكيلة دينيس لافاني، ما توصلش درامي ميكايلو تقطع حامد الناموسي، تصويب والحارس الخيلي ممتاز ممتاز والتغييرات واعطى نفس جديد بالنسبة للدفاع الافريقي. شوفوا ماهر الحداد موجود للتغطية الدفاعية، طبعا لما تخسر مجهودات لاعب كيف ماهر الحداد باش يقوم بالتغطيه الدفاعيه وبالمعاصفه ما تدخل فيه ماهر الحداد، يلعب دفاعا وهجوما وزار فيز ويتفضل ترجع شكل الحيوان قبل نفس التحديات جيد شارك مع اللاعبين المحليين بالكاس من طرابلسون والشان 90 زائد بعض الثواني، 4 دقائق لوقت بدر زاعي يضيف الحكم سيمو الاخوان، النجم في عمليه هجوميه يمر النجم الجزيره حصل عليها اسعد الجزيري، مصعب سيسي التمرير كره من مصعب سيسي داخل منطقه الجزاء، تسديد من مصعب سيسي تمشي علي البريك طريق على الجهه اليمنى للنجم الساحلي ممتاز جدا المراوغه من علي البريك التمرير لمصعب سيسي والهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي حامد الناموسي يمضي الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي في الدقيقة السابعة حامد الناموسي يمضي الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي حامد الناموسي، كانت عملية خطيرة توخر على الجهة اليمنى من علي البريكي تجاوز أمامكم على الإعادة علي البريكي تجاوز فتح الغربي يدخل مناطق الجزاء التمرير دون رقابة مصعب سيسي يشدد الكرة في المتابعة حامد الناموسي يمضي الهدف الاول ليه مع النجم الساحلي حامد الناموسي والهدف الثاني للنجم الساحلي الامتياز للنجم الساحلي غازي عبد الرزاق حامد الناموسي ناموسي من جديد الكره ترجع للناموسي حمزه الاحمر تغيير ثاني في تشكيل دينيس لافاني حامد الناموسي حمد الناموسي ياخذ مكان اسعد الجزيري خالد يحيى ياخذ مكان حامد وصول لمناطق النجم الساحلي حامد الناموسي معها اشرف الزيتوني عنده مده غايب على تشكيله النجم الزمالك الساحلي يعني كل فريق مشغرب عليه كاس رابطه الافضل الافريقيه لذلك كل فريق يطمح في التتويج باللقب للعوده لامجد الكؤوس الافريقيه درامي ميكايلو التمرير لحامد الناموسي تمشي غازي عبد الرزاق على الجهه اليسرى غازي عبد الرزاق مع حد هدف التعادل لصالح النجم الساحلي قبل دقيقة على نهاية الوقت حامد الناموسي يعدل النتيجة 2-2 تعديل النتيجة لصالح النجم الساحلي حامد الناموسي لحظات فاز على كل النجم الساحلي المشاهد طيبة ممتازة كرة فيها ناموسي حاول المرور ناموسي مراوغة ممتازة حامد ناموسي راوغ يرجع حامد ناموسي باتجاه جيستا طلع على الجهة اليسرى ما توصلش وائل بن دكحل متفطن يقص الكرة وترجع هجمة معاكسة لفعالية النجم الساحلي طيب الكرة في اتجاه جيستا منقولو ايتي فرانكوب يدور بالكرة طيب العملية تتواصل لفائدة النجم الساحلي لمجد الشهودي على الجهة اليمنى في اتجاه وائل بن دكحل وتتقاسم مرة أخرى لنادي بنزرتي
حاول المرور لكن حبيب مايتي كان أثبت رجع الكرة فماش مخالفة ترجع من وائل باللكحل في اتجاه حامد النموشي جستان منقولو بالرأس لكن الإفريقي البقية قلتم كل اللقاءات كانت طيبة وشاهدنا فيها مستوى فني 40 دقيقة أو 40 كرة في دفاع اللجنة توصل للحامد النموشي وصعب سيسي ترجع له الكرة وصعب سيسي وحامد النموشي عليه البريك معاه وسيم كمون ثم مصعب سيسي عباس موجود على بنك الاحتياط موسى مازو خذا مكان الكره وائل باللكحل طيبه التمريره لحامد النموشي ممتاز التمرير من وائل باللكحل يوزع كورته لا من مجيب من مهاجمي النجم الساحلي لكن بجرينتا كبيره يقطعها دراميم ترجع الكره من جديد النجم الرياضي الساحلي فما ارتباك في الخروج بالكره من ابناء النادي الرياضي الصفاقسي حامد النموشي الى خالد يحيى يحاول يمر في كرة أولى وثانية يختار حتى موش من جديد هذا حمزة الأحمر مع امتياز أيمن البتوزي حكيت على الكاميرا وحكيت على غادي جدو استنفيذ السيناريو ناموشي أيمن بالعيد ياخذ كورته يبحث عن وسيلة يلقاها مع الناموشي لمسة وحيدة وائل باللكحل مر الكرة طيبة إلى حامد الناموشي لمسة وحيدة أيمن بالعيد يسعد المساهمة في الهجوم يرجع من جديد إلى حامد النموشي لمسة وحيدة نجم الرياضي الساحلي يلعب الكرة كونت ليجريدي مبدأ الأمانة ياخذ كورته حامد النموشي اللي يرجع لمستواه قلت صاحب الهدف الثاني أمام الإفريقي والمباراة هذيك ما شاهدناهاش في التشكيل الأساسي للنجم الرياضي الساحلي غياب رامي البدوي يعطي الفرصة لهالمدافع الشاب لأبيته كل نادي وحساباته والأكيد المباراة مش تكون ذهنية بالأساس على أرضية الميدان بين الملعب بن صالح يمرر إلى محمد علي منصر إلى مضبوط ويتبع فيه حامد النموشي ما يمرش محمد علي منصر من رقابة حامد النموشي يقطع الكرة بامتياز كبير لزياد بوغطاس حامد النموشي سيلة يعني أو همزة الربن إلى الوسط بين الدفاع والهجوم محمد علي منصر يخسر كورته عاد امام حامد النموشي وسط الميدان في ليل بالمصر على الجهه المباراه الاخرى وشوط اخر بعد تسجيل نادي الصفاقسي لهدف الثاني لادريسا كواتي قلت في 6 دقائق لعب في هذا الشوط حامد النموشي غير وجه اللعب الى زياد بوغطاس للنادي الرياضي الصفاقسي حامد النموشي قلت الرابط بين الدفاع والهجوم الى ايمن بالعيد من جديد النموش في منطقة وسط الميدان لمسة وحيدة إلى مانزيا إمارة يرق في تمرير كرة الثاني حامد النموشي بلال بن مسعود يختار حل التمرير حامد النموشي مانزيا رضوان الفتح حامد النموشي كورة طويلة البحر على مانزيا للنادي الرياضي للنجم الرياضي الساحلي حامد النموشي بلال بن مسعود ملعب شبان تحلي طوبو فايو إلى حامد النموشي ثم نمجد الشهودي حامد النموشي من جديد في أول ظهور ليه في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي حامد النموشي وتجي رامي البدوي نمجد الشهودي حامد النموشي مصعب ساسي ترجع الكرة من الحبيب مايتي تومبو فايو يتنقل بين اليمين والشمال توصل الكرة حامد النموشي محاولة التصويب دفاع المستقبل ملتف كأفضل ما يكون مازال الهجوم لصالح النجم الرياضي الساحلي ترجع من دفاع النجم الرياضي الساحلي لحبيب مايتي لحامد النموشي حامد النموشي مصعب ساسي طويلة في اتجاه الشكون ما فما حد فما الدفاع المستقبل اللي بالبرسا ترجع من جديد لفايت النجم الرياضي الساحلي لمجد الشوكر بن بلاد
ثم في مرحلة أخرى فوزي المرزوقي ولو أنه ما دربش في الرابطة الأولى. نفس الشيء بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي عبد المجيد، تحويل اتجاه الكرة إلى الركنية، ركنية لصالح المستقبل ودفاع النجم الرياضي الساحلي، يخرج بالكرة عن طريق حامد النموشي. حامد النموشي يكون طويلة ما يا خويا سانتوس توصل مصعب ساسي. ما يخسر النجم الرياضي الساحلي كرة في الميدان، يستغلها المستقبل الرياضي في مرسى، خاصة عنده سرعة. الإطار هو الجولة العاشرة من ذهاب الرابطة المحترفة الأولى. كرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، حامد النموشي، ممتاز النموشي، حامد النموشي يقدمه بلال بن مسعود، يمشي بالكرة لوائل بن لكحل، وائل بن لكحل يرجع بها للنموشي، النموشي الكرة العرضية في اتجاه حبيب مايتي، حبيب مايتي لمشي إلى حد الدقيقة 34 في عبد الحي. نموشي الشهودي، نمجد الشهودي في مقابل صفر، وبطبيعة الحال أهداف هدفون في الذاكرة بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى. خالد البدوي في اتجاه نموشي، حامد النموشي إلى سانتوس، نموشي وسانتوس، وبطبيعة الحال كأس أفريقيا الأمم 2004 مع المنتخب الوطني التونسي، لحبيب مايتي، نموشي في اتجاه طومبو إلى نموشي من جديد، قصيرة للشهود مواجهات من هذا النوع. هذه عملية لصالح النجم الرياضي الساحلي، مصعب عود وملك بدري كحكم رابع، وصالح البرجي هو مراقب اللقاء. توصل الكرة من حامد النموشي لحاتم الجيل، ترجع الكرة من هشام الجبالي، تتقص وتوصل للمجد الجبالي. يعرف وقت شيء معناه وعنده اختار المنطقه كيف الكره هي في الميدان، وقاعد نجح فيها في ربط الكره بين ديناميزي، ما يتحكمش بالكره، ترجع لفايت النجم حامد النموشي في العمق لسانتوس، وزياد جبالي متفطن لصالح المستقبل اللي بالمرسى في عمق دفاع النجم الرياضي الساحلي. هاي الاعاده، حامد النموشي حب يخاف لمجد الشهودي، حامد النموشي يحافظ على كورته، يحاول يبعد على بلال بن مسعود صاحب الهدف الوحيد، كرة من ضربة جزاء. حامد النموشي ممتاز، حامد النموشي محاولة التصويب والمتابعة من لمجد الشهودي، على كل واصلوا النقل في توقيت 73 دقيقة لعب في هذا اللقاء. بكر تومبادو، ترجع لحامد النموشي، حامد النموشي في اتجاه الشهودي، لمجد الشهودي قدامه حاتم البجاوي، حامد النموشي خليها رامي البدوي في اتجاه وائل بن لكحل، قدامه فاخر المنصوري، يبعد على فاخر المنصوري، حامد النموشي يوزع على النموشي والشهودي في مرة أولى. مايتي حامد النموشي لأسعد الجزيرة سفيان موسى، اللي طبعا كان وراء ضربة الجزاء اللي حصل عليها المستقبل في دقيقة 60 ونجح في تحويلها إلى هدف قائد الفريق بلال بن مسعود. كرة من لمجد الشهودي في اتجاه حامد النموشي إلى عثمان باري.